الحاجة الحمدوية اللي غنت في حضرة ثلاثة ديال الملوك، واش هذا اسمها الحقيقي ولا غير لقب؟ وشنو هما الأغاني اللي غناتهم وبسببهم تشدت في الحبس؟ أشنو كانت كتقصد من غنات أجاب كلينا الشيباني حتى كويتينا فم مهدوم في خدمة يوم؟ وكيفاش واحد الوقت من حياتها تلات بها الأيام وما لقاتش باش تخلص الموضوع والكرة؟ واش بصح اللاعب الدولي بيتشو ولدها من الرضاعة؟ أسئلة أخرى غادي نجاوبوا عليها وحقائق تقدروا تكونوا لأول مرة غادي نتعرفوا على الحاجة الحمداوية. خليكم معنا. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك سميع، معكم سفيان سميع. الحجة الحمداوية الاسم ديالها الحقيقي هو الحجاجية، نسبة للأصول ديالها المزابية ومن منطقة سيدي حجاج بالضبط. دوزت معظم الطفولة ديالها في دب الكارلوطي بدب السلطان بمدينة الدارويضة، وعاشت الفقر ديال بصح، خصوصا من الأب ديالها مرض وما قدرش يبقى يخدم، وهي اللي تحملت المسؤولية ديال خوتها وخدمت بزاف ديال الخدامي. الحجة الحمداوية من صغرها كان عزيز عليها الغناء، ولكن باها كان ضد فكرة أنها تغني. وفاش كان في عمرها 6 سنين باها ومها تفارقوا واضطرت أنها تعيش مع أمها وراجل أمها. واحد الوقيت باها كان غايد بحها من وصلته الخبر أن الحمداوية مشات جلت مع الفرقة الوطنية بقيادة المعطي البيضاوي وبغات تحترف الغناء. وهنا باها قرر أنه يزوجها صحة، وزوجها بوليسي وهي في عمرها 16 عام. ولكن الزهر اللي كان عندها أن البوليسي اللي تزوجت به عزيز عليه في العيطة وعزيز عليه الغناء. البوليسي خلاها تغني وخلاها تدير داك الشي اللي بغات، ولكن طلقت منه وهي في عمرها 19 عام وولدت معه ولد اللي سميته دريس، واللي مات قبل منها وهو عنده 70 عام. ومن وقت الطلاق ديالها الحاجة الحمداوية تشهرت شهرة كبيرة في المغرب، ولو الأغاني ديالها على كل لسان. وكان دائما السلطات الاستعمارية الفرنسية كتستدعي الحاجة الحمداوية وكتحقق معها بسبب الأغاني اللي كانت كتغنيهم ضد الاستعمار الفرنسي. حتى دخلت الحبس في الخمسينات بسبب أغنية أجاب كلينا حتى بليتينا، أجاب كلينا حتى كويتينا الشيباني فم مهدوم في خدمة يوم. وبسبب هذه الأغنية دوزت الحبس ودوزت العذاب داخل السجون الفرنسية في المغرب. هذه الأغنية هذه هذيك الوقيته دارت بوم في المغرب، ولو المغاربة كاملين كيغنيوها في الشوارع، والخبر وصلت للسلطات الفرنسية واعتقلوا الحاجة الحمداوية. والأغنية كانت كتقصد بها بن عرفة اللي حطاته السلطات الفرنسية كسلطان للمغرب بعد ما منفاو الملك محمد الخامس الى مدغشقر. ومن خرجت من الحبس حيدو لها رخصة التنقل باش ما تقدرش تنتقل ما بين المدن وما بين القرى المغربية، لحقاش في ديك الوقيتة كانوا المغنيين كينتقلوا ما بين المدينة لمدينة بواحد رخصة موقعة من إدارة الاستعمار الفرنسي. علاش؟ لأنه اللي كان كيغني أغاني ضد الاستعمار الفرنسي كانوا ما كيعطوش رخصة ديال التنقل، وكيضيقوا عليه الخناق باش الأغنية ديالو أو سلاح الكلمة ما ينتشرش وما يوصلش للمغاربة كاملين، لأن الاستعمار الفرنسي كان كيتعتبر مثل هاد الأغاني هي تحريض ضد الاستعمار الفرنسي وتحريض ضد السياسات اللي كان كينهجها داخل البلاد. وهنا الحمداوية ملي خرجت من الحبس واللي كانت تعرضت للتعذيب من طرف جنود فرنسيين في الحبس، قررت أنها تخوي البلاد وتمشي لباريس. ومن مشات لباريس تعرفت على فنانة مغاربة وحتى على فنانة من العالم العربي، وخرجت أغاني اللي نجحت بشكل كبير. وحتى في باريس الحاجة الحمداوية أو تاني جبدت الصداع مع السلطات الفرنسية، خصوصا اللي غنات أغنية مشى سيدي مول التاج وجا بن عرفة مول العكاز. هذه الأغنية هذه خلقت ضجة وخلات السلطات الفرنسية أنهم يحقوا معها ويدخلوها للحبس، وتعرضت عاوتاني للمضايقات والتعذيب داخل السجون الفرنسية في فرنسا. ومن رجع الملك محمد الخامس رحمه الله إلى أرض الوطن ورجع من المنفى ديالو، قررت الحاجة الحمداوية أنها حتى هي ترجع للمغرب. وفي نهاية الخمسينات بدا النجم ديال الحاجة الحمداوية كيسطع وسط المشاهير ديال الفن والرياضة والفكر في المغرب. ولات الحمداوية جزء لا يتجزأ من سهرات الجنرال محمد أوفقير، واللي عينها متعهدة رسمية للسهرات العامة والخاصة في البلاد. وما بقاتش عايشة في درب الكارلوطي في درب السلطان في مدينة الدارويضة، وانتقلت باش تعيش في منطقة هرهورة. وعلى ذكر درب الكارلوطي، فالزنقة اللي كانت عايشة فيها تزاد فيها اللاعب الدولي
السابق مصطفى شكري الملقب ببيتشو، وكتقول الحاج الحمداوية قبل ما تموت أن اللاعب بيتشو ردعاتو شحال من مرة وطب في دارها وراه ولدها من الرضاعة. ولكن اللاعب محمد عبد العليم الملقب بوينيني نفى أن الحاج الحمداوية تكون ردعات اللاعب بيتشو، وقال شحال من مرة أن هاد الهضرة ما كيناش، وكذب الحاج الحمداوية وكيقول أن اللاعب بيتشو أنه صاحبه صديق الروح ديالو عارف عليه كلشي، وأن هاد القضية ديال الرضاعة ديالو من الحاج الحمداوية ما كيناش نهائيا، عمره ما ذكرها ليه. وبعد انقلاب الصخيرات اللي قادوا محمد أوفقير، قرر الحسن الثاني في 1973 أنه يرسل الحمداوية للحج وتأدي مناسك الحج، بعد ما ولات الحاج الحمداوية المغنية رقم واحد للقصر الملكي. ومن رجعت من الحج ولات مواظبة على الصلاة والتزمات وما بقاتش باغا تغني، ولكن مع الوقت وحيت ما بقاتش خدامة ولات الوضعية المالية ديالها على قد الحال، وما بقاش عندها مدخول يقدر يكفيها، خصوصا وهي كانت معيلة للأسرة ديالها اللي متكونة من 7 ديال الأفراد. وهنا قررت أنها ترجع تغني وترجع للعيطة، وكانت قالت في واحد التصريح الغالب الله باغا نتوب ولكن الغالب الله، وكانت قالت أنه صعيب باش تبدل البندير بالتسبيح. وكانت غادا تدخل الحبس في مدينة طنجة لحقاش كانت جمع عليها الديون ديال الماء والضوء والكرة وما لقاتش باش تخلصهم، وكانت عايشة في مدينة طنجة لحقاش كانت خدامة في علب ليلية وكتحيي سهرات في هاد العلب الليلية باش تقدر تعيش وتصرف على راسها وعلى العائلة ديالها. ولكن بعد ما صادفوها بإذاعة طنجة وطرحوا المشكل ديالها المادي، ناض اللاعب الدولي السابق عبد الرحمن محجوب وخلص لها جميع الديون ديالها من الموضوع من الكرة ديال البيت اللي كانت كارياها في شارع المقاومة بطنجة، وخلص لها جميع الديون تاعها. هنا الحاجة الحمداوية قررت أنها ما تبقاش عايشة في مدينة طنجة اللي دوزت فيها 7 سنين، وقررت أنها ترجع تعيش أو تاني في مدينة الدار البيضاء. ومن القضية ديالها ولات معروفة عند الرأي العام، دخلت جهات عليا في شخص الملك محمد السادس وهدا لها شقة مفروشة في مدينة الدار البيضاء. وهنا بدأت انطلاقة جديدة للحاجة الحمداوية في فن العيطة، وكانت شاركت في إحياء زفاف عاهل البلاد الملك محمد السادس والأمير مولاي رشيد، وشاركت في بزاف ديال المهرجانات الدولية خصوصا اللي تنظمت في المغرب وخارج المغرب، وهي من الفنانة القلائل اللي غنات في حضرة 3 ملوك، واستطاعت تعطيل الفن العيطة نفس عصري خصوصا في الإيقاع الموسيقي. نتمنى لها الرحمة في هذا النهار، والله يرحمها ويرحم جميع المسلمين أجمعين. هذه كانت قصة الفنانة الحاجة الحمداوية رحمها الله. وقبل ما نختمو نزيدكم واحد معلومة صغيرة على فن العيطة. فن العيطة كيرجع للتاريخ ديالو للقرن 12 ميلادي، فترة الموحدين من جو القبائل العربية ودخلوا للمغرب. وفن العيطة فيه 52 نوع موسيقي مختلف، من أمازيغي، من عربي، من ملحون، من منطقة الشرقية، من أغاني الجبال والسهول، ومن أغاني الصحراء، وزيد وزيد. وإلا بغيتوا نديروا شي حلقة خاصة على فن العيطة خليوها لينا في التعليقات. بهذا كنوصلوا معكم ختام حلقة اليوم من هاشتاك سميع. شكرا لكم بزاف على الدعم، وإلا عجبتكم الحلقة وعجبكم هذا المحتوى تقاسموا مع أكبر عدد ممكن من الناس، بارطاجيو 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 باش تعم الفائدة. هذه تحيات سفيان سميع، السلام عليكم.